بسم الله، النهارده هنشتغل على برنامج ادوب بريمير. ده من البرامج المحترفه في تحرير الفيديو. يعني بيكون انت صورت لقطه فيديو وتبدا انت مثلا تحذف جزء منها، ممكن في جزء في النص كده تشيله وتخليهم تحط مثلا صوره بدلها او تدخل فيديو تاني بدلها زي ما انت عايز. يعني هو برنامج تحرير للفيديو اللي انت صورته، سواء صورت بكاميرا الموبايل او بكاميرا فيديو او صورت الشاشه بتاعت الكمبيوتر، تقدر تعدل فيها براحتك. وفي برنامج تاني الناس بتتلخبط بينهم اللي هو افتر افكت. افتر افكت ده خاص بالمؤثرات السينمائية، في اي مؤثر عايز تعمله، خدع سينمائية. فزي مثلا كان جابوا لقطة لأوباما من بعد ما خلص كلام عن القذافي وماشي، فواحد خلى كأنه بيزق باب برجليه كأنه بتنرفز يعني. فدي كانت من أشهر خدع في برنامج افتر افكت. طيب ده البرنامج، دي اخر مشاريع. فانا بقول له انا عايز مشروع جديد، نيو بروجكت. بيقول عايز اسميه ايه. ببدا اشوف اسم يكون ليه دلاله على الحاجه اللي احنا نعملها، وليكن مثلا تيست. المكان بتاعه فين، الفيديو الديسبلاي فورمات بتاعه، الصوت. بعد ما تخلص بتقول له اوكي، فبيفتح لي الشاشه بتاعه البرنامج. هنا بيبدأ يعرض لي الفيديو اللي شغال او الصورة اللي شغالة. هنا التايم لاين ده العناصر اللي بتبقى موجودة. هنا بيبقى فيه الصور الفيديوهات اللي هبدأ احطها في التايم لاين، والتايم لاين هو هيتعرض هنا. هنا بيبقى فيه زي افكت كنترول، بقدر اتحكم في الصور واعدل فيها. خليني اقول له امبورت وابدأ اختار مثلا اي فيديو. تعال نختار مثلا دلوقتي صورة، وليكن مثلا الصورة ديت، ومحتاجين ندخل فيديوهات من فايل امبورت. تعال نقوله فيديو موفي، ندخل فيديو كمان. المسلسل ده حلو اوي، ريديزاين ماي برين. واحد بيجيبوه يديله فلوس مقابل ان هو بيتحدى نفسه في ان هو يكتسب مهارة قوية في فترة صغيرة جدا، يعني في خلال 10 ايام مثلا يبقى عنده قدرة على التنفس اعلى بكتير من الاول. هاجي هنا مثلا اسحب دوت على التايم لاين هنا، فبدأ يظهر معايا. ممكن انا مش عايز ده كله، ده انا عايز بس ايه اول دقيقة. فاستخدم الاداة ديت رازر التول بحيث ان انا اقطع واقدر الغي الجزء دوت. اجي هنا اروح دايس ديليت. طيب فرض ان انا برضو قطعت هنا او قطعت هنا، ممكن اجي هنا اقول له الجزء دوت ديليت، وبعد كده هاجي هنا اقول له ريبلر ديليت. يعني ايه؟ يعني ما تخليش في فجوات، الحاجة اللي اتلغت انساها وخلي الفيديوهات كلها تكمل مع بعض. ممكن انا عايز اضيف صورة، فبضيف صورة بالشكل دوت. طب الصورة دلوقتي كبيرة، فأنا عايز أتحكم فيها بحيث إنها كلها تظهر. فأجي هنا من الإفكت كنترول موشن، وأستخدم سكيل إن أنا أصغر الصورة بالشكل دوت. ممكن تعمل روتيشن، أي رقم تعيزه. ممكن تعمل ست بحيث ان انت تلغي التعديل. ممكن تيجي هنا في البوزيشن تبدأ تعدل زي ما انت عايز. سواء رأسي او افقي زي ما انت عايز. ممكن بعد كده تقول لا رجعها زي ما هي، كأن انا ما عملتش اي تعديل. تقدر تضيف فيديو تاني وتالت ورابع زي ما انت عايز. تقدر تضيف اصوات. طيب لاحظ ان هو هنا بيدخل الصوت والصورة مع بعض، عامل لهم لينك مع بعض. فانا لو انا عايز اعدل اللينك ده هدوس هنا وهقول له ان لينك. كده تقدر تحرك الصوت منفصل عن الفيديو اللي موجود. تمام، تقدر بقى تعرف كده الصوتين موجودين مع بعض. تمام،
فهو برنامج قوي فيه تعديلات الفيديو، ولما تخلص خالص بقى تقول له فايل، تقول له انا عايز اعمل اكسبورت، اكسبورت ونولت، وتبدأ تشوف بقى انت عايز تصدر بأنهي امتداد من اللي انت عايزه، ضغط الملفات اللي عامل ازاي، ضغط الصوت، الحاجات دي كلها، وبعد كده تقول له صدر الملف.